هذا المحافظ الذي تم تحريره من قبل الأبطال براجل وقلب في هذا المحافظ ترى الفاتحين. الله أكبر والحمد لله. هذا حاجز أدري. تم تحرير هذا الحاجز من قبل أبطال الجيش الحر درى جنوب حلب سهام الحق وجرى الفاتحين. الله أكبر والحمد لله. أبطال الجيش الحر تم تحرير هذا الحاجز من العصابات الأمنية. صور بعمي صور. تم تحرير هذا الحاجز جنوب حلب وسهام الحق وجرى الفاتحين. هون شيخ هون الله أكبر العزة لله. تم تحرير حاجز دريهم على يد أبطال الجيش الحر لواء درع جنوب حلب لواء درع الفاتحين لواء سهام الحق. هذا هو الشيخ أبو حفص يقوم باستلام الغنائم باستلام بيكاب للجيش على هذا الحاجز. الشيخ أبو حفص يقوم بتفحص البيكاب خوفا من التفخير. هذا هو حاجز دريهم على طريق خناصر معامل الدفاع. هذا هو طريق خناصر باتجاه معامل الدفاع. هذا هو الطريق. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. يقومون أبطال الجيش الحر بالتمشيط بجانب الحاجز. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله.